وهذه سيدة تقول: بلغت من العمر 50 عاما والعادة الشهرية عندي غير منتظمة، فقد يمر شهران وثلاثة دون أن أرى دما، وإذا نزل الدم كان بسيطا ثم ينقطع مدة طويلة، فما حكم الشرع في هذه الحالة؟ وهل يعتبر الدم بعد هذه السن أيضا؟ سن اليأس هو السن الذي لا يكون معه للمرأة حيض ولا حمل، ومن الأحكام الشرعية الخاصة به أن عدة المطلقة تنتهي بثلاثة أشهر، مثلها مثل الصغيرة التي لم تر الحيض. قال تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. واختلف الفقهاء في سن اليأس، فهو عند الحنفية 55 سنة على المختار، وعند الحنابلة 50 سنة، وعند المالكية من 50 إلى 70، بمعنى أنه يرجع في هذه المدة إلى ذوي الخبرة من النساء أو غيرهم، فيما إذا كان الدم الذي ينزل من المرأة دم حيض أو غيره. وعند الشافعية لا آخر له، والغالب أن ينقطع الدم بعد 62 سنة، فهو سن الإياس من الحيض غالبا. وفي فقه الحنفية الذي يجري عليه العمل في المحاكم المصرية أن القول قول المرأة في انقطاع الحيض أو نزوله عليها، وتصدق إذا ادعت رؤيتها دم الحيض مع هذه السن ومع ذكر علاماته، وتحلف اليمين بطلب خصمها إذا لم يصدقها فيما ادعت. والله أعلم.